في إطار محاربة الجريمة المنظمة بشتى أنواعها لا سيما السرقات والاعتداءات والمساس بالاقتصاد الوطني، تمكن عناصر المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بتوغرت من تفكيك شبكة إجرامية مختصة في سرقة كوابل الأعمدة الكهربائية عالية التوتر. في ذات السياق وعلى إثر ما سبق ذكره، تم وضع خطة محكمة وهذا بالانتشار الجيد والتواجد الميداني بالإقليم، ليتمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بالنقر من توقيف 3 أشخاص وثلاثة آخرين في حالة فرار، وحجز شاحنة صغيرة تستعمل في نقل المسروقات والوسائل المستعملة في القطع واسترجاع حوالي 500 متر من الكوابل المسروقة بوزن 1.5 طن وبقيمة مالية قدرت بمليار سنتيم وفك خيوط أكثر من 40 سرقة سابقة قامت بها هذه الشبكة عبر كامل إقليم المجموعة. تم إنجاز ملف قضائي ضد المشتبه فيهم، بموجبه سيتم تقديمهم أمام نيابة محكمة توغرت.